بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دي الحلقة الثانية من سلسلة الـ Delay Analysis والـ Extension of Time Claims. هنشرح فيها زي ما قلنا قبل كده ازاي نعمل Justification للـ Claim، وازاي نعمل نقدم Claim لو أنا ممثل مقاول، ازاي اعمل Delay Analysis للـ Event اللي عندي، ازاي استخدم الطرق المختلفة الـ Strengths الـ Weakness، كل ما يمت بصلة للـ Extension of Time Claims إن شاء الله هنتكلم فيه في السلسلة دي. وفي الآخر إن شاء الله، أو يمكن استكمال السلسلة، نبدأ نتكلم على الـ Claims in General والفيدك كعقود وكيفية التعامل معها إن شاء الله. الديليز من الأساسيات اللي موجودة في كل مشروع. يعني طبيعي إن أي مشروع construction لازم بيحصل فيه ديلي، قد تصل النسبة مثلا ل 40 أو 50% من مشاريع الكونستراكشن بيحصل فيها ديليز. فالقصة ازاي تتعامل مع الديلي، وازاي تثبت حقك كمقاول أو أنت كأونر، ازاي تتصرف في المواقف اللي زي كده. خلينا نبدأ نتكلم، نقول يعني ايه ديلي. الديلي اللي هو ان المشروع يحصل تأخير فيه بسبب احد الاطراف يؤدي الى تحريك نهاية العقد نهاية فعلية. يعني ايه؟ في بعض الاحيان بيحصل ديلي في اكتيفيتيز عليها فلوت، يعني لسه فيها سماحية، او اكتيفيتيز ما هياش على الكريتيكال باث، او اكتيفيتيز مثلا ما فيش عندي انتيرم مايلستون في العقد. فيبقى عندي مثلا لو مشروع عباره عن فيزز بس ما فيش في العقد انتيرم مايلستونز وما فيش بينالتيز، فانا ما اقدرش اقول ان ده هنا ديلي، او ان هنا ده حاجه مؤثره على العقد. لان في بيجي بعض المقاولين تشتكي انا حصل عندي ايفنت والايفنت ده عمل لي ديلي وانا عايز اكستنشن اوف تايم. تبص على الكليم بتاعه تلاقي انه بيطالب باكستنشن اوف تايم في اكتيفيتيز مش على الكريتيكال باث اصلا. فرقم واحد، لازم يكون الديلي ده حاصل على الكريتيكال باث واثر على المشروع. رقم اتنين، يكون الايفنت اللي انت بتشتكي منه من حقك تاخد عليه extension of time. الـ events اللي ليها extension of time ما هياش مطلقة كده، يعني مش كل مقاول يقول لي أنا عايز extension of time أنا وافقه وخلاص. لا، الفيدك ريد بوك سنة 99 بيحدد الـ clauses أو الـ events اللي من حق المقاول يطلب فيها extension of time، وذكر الحالات دي حصرا. مثال يعني زي كلوز 1.9 و 2.1 اللي هي موجوده قدامنا في السلايد هنا. الفيديك لو حد فتح الفيديك وبص فيه هيلاقي ان كلوز 1.9 بتتكلم ان الديلي دروينجز او انستراكشنز فروم الاونر او الانجينير من حق المقاول يطالب بيها، من حق المقاول يطالب بيها باكستنشن اوف تايم. طب اخرت له البيمنتس، اخرت له، عملت سسبنشن، في كلوزز بعينها الناس ممكن تقدر تراجعها، وهنبقى نتكلم ان شاء الله عنها بالتفصيل في ليكتشر تاني، يعني هنا مش مكانها لكن لازم نعدي عليها. طيب، حصل الديلي وانا عايز ابدا اخد الاجراءات بتاعتي، ايه الخطوه اللي اعملها؟ الفيديك في الشارت اللي قدامنا ده بيقول لك تعمل ايه بالظبط، لان انت لو ما التزمتش بالبروسيجرز دي او بالديوريشنز اللي المفروض تاخد فيها اجراءات، انت معرض ان طلبك ممكن يترفض. فهو الريد بوك بيقول لك ان بعد 28 يوم من حصول الايفنت لازم بتبعت نوتس، ما تجيش بعدها بشهر، ما تجيش بعدها بست شهور والمشروع بيقفل مثلا. الكيسز دي بتحصل، في مقاولين بتعمل كده، مش دريان، ما عندوش حد بيمونيتور الجزء ده فيجي يدور بقى على حقه في الاخر. فلا، المفروض انت في خلال 28 يوم بتبعت نوتس، وفي خلال 42 يوم بتبعت الكليم بتاعك، وبعد 42 يوم تاني المفروض الانجينير بيرد. الشارت هنا بيوضح الكلام ده برضو، انا بس بدي فكره عنه، هنتكلم عليه باذن الله لو ربنا قدر في الكليمز بالتفصيل او في الفيديك لما نيجي نتكلم عليه. انا عايز الفت بس نظر الناس ان احنا عندنا بروسيجر للكلام ده. تلاقي حد باعت بيقول لك عايز اكستنشن اوف تايم وما التزمش بالكلام ده. بعض الناس لما بتاخد عقد الفيديك وتطبقه على المشروعات بتاعتها بتغير في البارتيكولار كونديشنز وتغير في المدد دي، فيقول لك لا في خلال 14 يوم، في خلال 7 ايام، على حسب طبيعه المشروع. فبرضه المفروض الشركه تقرا العقد قبل ما تمضي مع اي اونر وتشوف البارتيكولار كونديشنز غيرت ايه، لان غالبا المدد دي بيتم تغيير فيها عشان الاونر بيبقى عايز يخلص من الكليمز بدري بدري. نخش بقى كده في الموضوع الاصلي بتاع المحاضره النهارده، الديلي ايفنت والتقسيمات بتاعته. التقسيمات بتاعته بيتنقسم الى نوعين. نوع الاول اذا كان يتم الديلي ده من حق المقاول ياخد فيه اكستنشن اوف تايم ولا لا، والنوع الثاني من حقه ياخد فلوس فيه ولا لا. فخلينا نتكلم من حيث اذا كان يستحق او لا يستحق. النوع الاول هو اكسكيوزابل، ده معناه ان المقاول يستحق اكستنشن اوف تايم على الديلي اللي حصل. يعني هو في ديلي بس ممكن انا ما ادلوش
اكستنشن اوف تايم. الحاجه الثانيه انه ان اكسكيوزبل، يعني الديلي ده المقاول لا يستحق عليه اكستنشن اوف تايم. وتلاقي في بعض الكتب الكونستراكشن بالذات تكتب نون اكسكيوزبل، يعني ده وارد وده وارد. التايب الثاني او النوع الثاني في الديليز الكومبنسيشن، هل هو كومبنسبل بقى ولا نون كومبنسبل؟ يعني خلاص اوكي هو من حقه اكستنشن اوف تايم، طب هل من حقه اكستنشن اوف تايم وفلوس ولا اكستنشن اوف تايم بس؟ لان هنا الكليمز، يعني نقطه نذكرها على الكليمز، بتنقسم الى تايم كليم وتايم وماني كليم، وفي بعض الاحيان بيبقى في ماني بس لو في فاريشن لا يتسبب في اكسترا ديوريشنز. في الحاله دي المقاول يستحق فقط انه ياخد فلوس. ده كده الانواع. طب ناخد بقى كل نوع ونشرحه بالتفصيل. الاكسكيوزابل ديلي، اكسكيوزابل ديلي ده معناه ان انا هوافق له على الاكستنشن اوف تايم بتاعه. ده بيجي منين؟ انه انفورسيبل ثيرد بارتي كوزد ديلي اور ديلي بياند كنترول. يعني ايه انفورسيبل؟ انفورسيبل يعني ايفنت حصل لم يكن ممكنا التوقع بحدوثه. يعني مثلا حصل بركان، حصلت عاصفه، حصل ثوره في البلد، حصل قانون جديد صدر ما كانش متوقع، فده انفورسيبل غير قابل ان انا اتوقعه. في الحاله دي من حق المقاول يشتكي، يدرس الامباكت اللي حصل عليه ويعمل الديلي اناليسيس بتاعته ويبعت يقول لي انا عايز اكستنشن اوف تايم للايفنت ده. في الحاله دي يبقى الايه؟ الايفنت ده اكسكيوزابل، من حقه ياخد وقت. وزي ما احنا قلنا نتيجه حرائق او مظاهرات او اللي هي الامثله اللي مذكوره هنا في السلايد. طيب ايه تاني؟ او الاكسكيوزابل ديلي بينتج عنه ايه؟ تايم اكستنشن. جميل. طيب الحاجه الثانيه، لو قلنا ان الاكسكيوزابل ديلي من التايب ده اللي هو انفورسيبل كونديشن ثيرد بارتي، يعني ايه كلمه ثيرد بارتي؟ يعني لا الاونر ولا المقاول تسببوا في هذا الايفنت، محدش فيهم مسؤول. ففي الحاله دي خلاص انا كاونر انا ليه اغرم فلوس بسبب حاجه زي كده؟ والمقاول، المقاول اتعطل، فيحصل شير للريسك ان المقاول هنا ياخد اكستنشن اوف تايم لكن المالك ما يدفعش فلوس، فيبقى النتيجه ان هيحصل تايم اكستنشن لكن مفيش اوفر هيد كوست. المقاول مش من حقه يجي يقول لي انا اتعطلت فانا عايز فلوس على الاوفر هيد كوست. هنا بيحصل سماحيه او سماح للدمج اللي حصل نتيجه للانفورسيبل كونديشن. هنا بيقول لك ان ليه السبب ده؟ لان نايذر بارتي كوزد ديلي، ولا واحد سبب الديلي، فنايذر بارتي شود بنفيت فروم ديلي، ولا واحد المفروض يستفيد من الموضوع ده. يعني مش عشان حصل مثلا ثوره في البلد يجي المقاول يغرم المالك اضعاف اضعاف خسائره نتيجه الثوره دي، لا انا هديك اكستنشن اوف تايم لكن ما ادفعلكش فلوس. نايذر بارتي شود بي هارمد باي ديلي، يعني ولا واحد من الاطراف يتضرر ولا واحد من الاطراف يستفيد من الضرر اللي حصل. والكونديشنز دي موجوده باستفاضه في بروتوكول اسمه اس سي ال ديلي بروتوكول. ده يعتبر اشهر الديليز بروتوكولز الموجوده وورلد وايد، وبيتم التعامل بيه في المحاكم البريطانيه بالذات. وفي فيرجن منه صدر 2003 وده المنتشر، وفي فيرجن جديد صدر في 2016 يكاد يكون من شهرين وابتدت الناس تشتغل بيه وابتدت ينزل عليه محاضرات، ولو ربنا كرم وكان في وقت نشرحه برضه باذن الله. طيب الاكسكيوزابل بقى احنا زي ما قلنا ان النوع الاول منه ان مفيش اكستنشن، في اكستنشن تايم ومفيش فلوس. طب النوع الثاني ان في كومبنسابل ديلي، ان الراجل المقاول هياخد فلوس. ليه بقى؟ ليه؟ انفورسيبل ديلي caused by owner or agent or delay caused by situation for which owner has accepted or assumed contractual liability. يعني هنا بنقرا الكلام ده بس عشان الناس تتعود على الجمل دي لانها موجوده في العقود وموجوده في الديليز بروتوكول. هنا بيقول ان حصل ايفنت بس الايفنت ده سببه الاونر او اي حد له علاقه بالاونر، اذا الاونر هو اللي سبب المشكله. في الحاله دي الاونر ببساطه هو اللي يتحمل كافه التكاليف الناتجه عن الكلام ده. يبقى في اكستنشن اوف تايم هياخده المقاول وكمان هياخد فلوس. طب زي ايه الايفنت اللي ممكن المقاول المالك يبقى مسؤول عنه؟ انه عمل تشينج اوردر، كان المشروع عباره عن عماره مثلا 5 ادوار وخد ترخيص بثلاث اربع ادوار زياده، او مصنع وزود مبنى، او يعني حصل تشينج اوردر غير ماتيريال معينه، وات ايفر ايه اللي حصل هو اصدر تشينج اوردر، يبقى في امباكت تايم وان ماني. من ضمن الامثله الثانيه ان يحصل ورك سسبنشن. ايه ورك سسبنشن؟ المالك اصدر امر للمقاول لو سمحت وقف الشغل في المكان الفلاني من كذا لحد كذا. الوقفه دي على المالك لان هو اللي اصدر الورك سسبنشن. الديليد ريسبونسز، انا قدمت له سبميتال او داتا شيت يعتمدها والراجل اتاخر فيها، فبالتالي برضو انا من حقي اكستنشن اوف تايم ومن حقي فلوس.
دي الكيسز يعني او امثله على الكيسز اللي يستحق فيها المقاول اكستنشن اوف تايم اوفر هيدز. هنتكلم عليها في سلايد تاني قدام الاوفر هيدز دي عامله ازاي. فاحنا هنا بينتج عن ان في فلوس وفي اوفر هيد في اكستنشن اوف تايم وفي اوفر هيد كوست وفي بعض الاحيان ممكن يبقى فيه بروفيت. احنا عندنا هنا في القانون المصري في ماده بتقول ان يتم التعويض عما فاته من كسب ولحق به من خساره. لحق به من خساره خلاص احنا فاهمينها انه اتغرم فلوس وهو عايز الخساره بتاعته. طب ايه فاته من كسب؟ في بعض الاحيان بيقول لك ان لو كان المقاول خلص المشروع ده في الوقت الفلاني كان المفروض هيخش له فلوس كذا وينقل لمشروع تاني. دي ماده موجوده فعلا في القانون المصري بتتكلم عن الايتم ده. وفي بعض الاربيتريشنز بيبقى المقاول او الطرف المتضرر بيقدم انه عايز كان المفروض هيخش في مشروع تاني ينقل المعدات من المشروع ده للمشروع التاني وتاخر في دخول المشروع التاني وكان المفروض هيحقق ربح معين. لكن بعض الديلي بروتوكولز بترفض الكلام ده. لكن يعني خلينا نذكرها لاختلاف الاحوال من مهندس لمهندس ومن دوله لدوله. جميل كده. ننقل بقى. طيب هتقول لي طب ايه الكومبنسبل ديليز او ايه الاكستنشن اوف اسف الاوفر هيد كوست اللي يطلبها المقاول؟ هنتكلم عليها في سلايد قدام بس خلينا نكمل بقيه الديليز. الان اكسكيوزابل ديلي. ايه الان اكسكيوزابل ديلي؟ ان مش من حق المقاول ياخد اكستنشن اوف تايم. حصل ديلي بس هو مش من حقه ياخد اكستنشن اوف تايم. طب هو ليه مش من حقه؟ لان هو السبب فيه، هو او احد السب كونتراكتورز بتوعه او الفيندورز بتوعه هو اللي اتاخر في المشروع. فبالتالي يبقى هو اللي يشيل الديلي بتاعه كاملا. زي ايه مثلا؟ failure to provide submittals in timely manner. ما قدمش submittals في ميعادها فما يعني ما يجيش يقول لي انا اتاخرت، لا التاخير من عندك انت كمقاول. project mismanagement، عنده lack في resources، عنده سوء تقدير في المشروع. كل ده ينتج عنه انه ما ياخدش الاكستنشن اوف تايم. يعني بالبلدي كده اي حاجه تسبب فيها المقاول نتيجه لاهماله هو او مسؤوليته هو، ده هنا inexcusable delay. مش هياخد اكستنشن اوف تايم ولا ياخد اوفر هيد، بل العكس ان هو قد يتعرض للديلي دامجز او الليكويديتد دامجز. احنا هنا اصلا احنا ليه بنتكلم على الكليمز وليه بنتكلم على الديليز؟ لان انا في الاخر كمقاول انا بقدم اكستنشن اوف تايم عشان عايز اهرب او عايز اتلافى ان يحصل عليا ليكويديتد دامجز او ديلي دامجز. وفي نفس الوقت لو انا اتعورت في اوفر هيد كوست عايز اخدها. فهنا في الحاله دي المقاول لا يستحق ده ولا يستحق ده. طيب ده مثال لاكستنشن اوف تايم طالع في احد المشاريع مطلعاه تيرنر، وده مكتب استشاري كبير ناس كتير عارفاه. انا جايب الصيغه هنا عشان الناس اللي بتكتب جوابات او الناس اللي عايزه تطلع طب شكل الاكستنشن اوف تايم بيطلع هنا شكله عامل ازاي. ده مثال ليه في مشروع من احد المشروعات. طبعا دائما وابدا في اي جواب تعاقدي او اي جواب بيبقى فيه امباكت على حاجه ليها علاقه بالعقد لازم اذكر الكلوز اللي بتايد موقفي كاونر او كمقاول. فهنا بيتكلم على ان استند الى كلوز 19.2 وابتدى يسرد بقى الجمل دي كلها. انا اللي عايز اركز عليه بس هنا انه جزئيتين. الجزئيه الاولى انه قال تايم ريكومند تو جرانت ذا كونتراكتور كذا calendar days as executable non-compensable extension of time. ده أول جزء إنه executable يعني هو من حق المقاول فعلا ياخد extension of time، وده نتيجة لأن كان في variation order أصلا طالع من المالك. التاني بقى إنه non-compensable extension of time. هنا الشركة قدرت أو المكتب الاستشاري قدر إنه non-compensable مش من حقه فلوس، وإن كان ده يخالف اللي إحنا قلناه إن أنت أصدرت variation order فالمفروض تعوضه compensation لو ده خد وقت زيادة. لكن هنا الاستشاري رأى الكلام ده نتيجة لظروف العقد، وهي كيس يعني على حسب الكيسز وعلى حسب حيادية الشخص اللي بيحكم. طيب هنا بيتكلم انه تم تغيير ميعاد العقد من 16 جون لحد 15 اسف من 15 يناير لحد 16 جون، وبيتكلم على ان البروجكت او الكومبليشن ديت ووز شيفتد باي 152 كالندر دايز. فدي الجمل اللي بيتم استخدامها او دي الصيغه اللي الناس تقدر تصير حاجه زيها بخصوص الاكستنشن اوف تايم. طيب السلايد بعد كده هنعمل سمري. يبقى انا عندي كل اكسكيوزابل ديلي ممكن يبقى كومبنسبل او نون كومبنسبل، لكن الان اكسكيوزابل ديلي هو نون كومبنسبل وفي نفس الوقت ما فيهوش اكستنشن اوف تايم. طيب السلايد اللي بعد كده بتتكلم على ايه؟ على البرولونجيشن كوست اللي المقاول يطلبها لما يحصل
اكسكيوزابل ديلي وبيقدم تايم، بيقدم كوست كليم كمان. هم 9 نقط ممكن يتكلم فيهم، وممكن يعني المقاول يطالب بيهم، وممكن نبقى نتكلم فيهم باستفاضه برضو قدام، لكن احنا بس بنفتح مواضيع، وان احنا بنفكر بالهدف الاساسي ان السلايدز دي او المحاضرات دي ان احنا مش بنشرح كل حاجه، احنا بس بنفتح رؤوس مواضيع وبنمهد الطريق لاي حد عايز يفتح كتاب، يقرا محاضرات، يشوف برزنتيشنز، يبقى هو الموضوع سهل كده بالنسبه له، يقدر ايه يستوعبه ويكمل فيه. السايد اوفر هيدز، انا عندي ستاف شغال وبدفع له مرتبات، وانت كمالك عطلتني 3 4 شهور زياده عن مده العقد، انا من حقي اقول لك مرتبات الناس دي كذا كذا كذا، عوضني عنها. هيد اوفيس اوفر هيدز، انا عندي ناس شغاله في الهيد اوفيس بتخدم على المشروع، بقدم بيها الكلام ده. لوس اوف بروفيت اللي هو ما فاته من كسب. كوست اسكاليشن، في بعض الاحيان ونضرب مثال عندنا في مصر، ان انت ممكن يبقى زيادة الأسعار تمت خلال البريود اللي أنت شغال فيها، فبالتالي بتطالب بالكلام ده، زي مثلا ضريبة القيمة المضافة، ارتفاع أسعار الدولار اللي حصل عندنا، من حق المقاول يطلب الكلام ده ويقدمه. طبعا خلينا نذكر هنا إن العبء الأساسي على المقاول في إنه يثبت الضرر اللي واقع عليه، ودي تبقى أصعب حاجة، إن المقاول يقول فعلا أنا تكبدت الخسائر التالية، لأنه عشان يثبت الكلام ده بيضطر يطلع الأسرار بتاعته، أنا اتكلفت كذا والبند ده بيكلفني كذا ومكسبي كذا وربحي كذا، وعادة بيبقى فيه جيمز كتيرة جدا بتتلعب من المقاولين، سواء مقاول صغير أو مقاول كبير، كله بيحاول يكسب، وهنا بيبقى دور الاستشاري يعني صعب انه يثبت انه او الصعوبه هنا انه يجاستيفاي ان الكلام ده صح او غلط. وفي بعض الاحيان بنخش في ديسربشن كليم، والكلام ده هنشرح الكلام ده ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. فالعيب الاساسي انا كمالك مش عليا، عليك انت كمقاول، انت بتقول لي تضررت، اثبت لي بقى بالورق او بالمستندات فعلا انك تضررت عشان ابدا ابص في الكلام ده. وطبعا مفتاح الكلام ده كله ايه؟ انك تاخد اكستنشن اوف تايم من الاول، لان انت لو ما خدتش اكستنشن اوف تايم انا ما اعترفتش بيه، يبقى اذا مش هديك برولونجيشن كوست. ولو انا ما اعترفتش بيه العقد بقى ممكن تلجا للحل الودي او للمجلس فض المنازعات يعني، او تلجا للاربيتريشن او للمحكمه على حسب العقد بيقول ايه. خلينا نكمل بقيه التسعه بوينتس. الكوست كليم فروم سب كونتراكتور، انا المشروع اتاخر فالسب كونتراكتور كان عنده ستاف هو كمان، او كان عنده مشاكل واجهته بسبب الاكستنشن اوف تايم ده، فانا من حقي ابعت للمالك واقول له اديني الكلام ده. ديبريشيشن اون اسيتس، انا عندي اكويبمنت وعندي اسيتس في المشروع، في المشاريع الكبيره مثلا بحط تار كرين، حط التار كرين ده ممكن يبقى مشروع مدته 3 4 سنين، فانت اديتني عطلتني 6 7 شهور، انا من حقي اطلب ديبريشيشن اللي حصل على المشروع بتاعي، الاكويبمنت بتاعتي او الاسيتس بتاعتي. فاينانسنج تشارجز، انا مثلا مطلع خطاب ضمان للمشروع، خطاب الضمان ده قاعد طول فتره المشروع، فانا عامل حسابي وانا بحسب الاندايركت كوست بتاعتي على ان خطاب الضمان ده هيتم العمل بيه لمده سنه، فالنسبه اللي بياخد بنك بياخدها مني، عامل انا عامل حسابي لمده سنه، انت عطلتني سنتين او سنه زياده، يبقى انا من حقي اطلب الكلام ده. الديليد ريليس اوف ريتنشن، برضو انت لو في ريتنشن ماني ريتنشن واخدها عليا اتاخرت، فانا الفلوس دي لو انا كنت حطيتها في البنك هيجي لي منها فلوس، وهكذا. دي البوينتس الاساسيه اللي نقدر نطلب بيها، او حصل ضرايب وخصومات عليا نتيجه الاكستنشن اوف تايم، كل ده انا بطالب بيه كمقاول ابعته للمالك عشان يعوضني. لحد كده المحاضرة بتاعت النهاردة خلصت الحمد لله، اتكلمنا فيها عن الديليز. المرة الجاية هنبدأ نخش في الديلي اناليسيس تكنيكس، اللي هي أشهر أو تنقسم إلى جزئين، ريتروسبكتيف وبروسبكتيف، دول الطريقتين الأساسيتين للنظر في الديلي اناليسيس، وكل طريقة من دول جواها ميثود، هم 4 ميثودز هم المشهورين جدا، ان شاء الله نتكلم عنهم المره الجايه، ونبدا ندي ديفينيشنز الناس هتحتاجها، ايه الكونكرنت ديليز، ايه الديسربشن، ايه الفلوت نيجاتيف وتوتال والكلام ده، بحيث الناس تبقى فاهمه ازاي تتعامل مع الكلام ده ان شاء الله. وبكرر هنا ان انا برحب باي حد حابب يساعد، او عنده اقتراحات، او عنده شايف اخطاء في المحاضره حابب يصححها، حد حابب يشترك معانا في موضوع الشرح ونقل العلم ده، نبقى نرحب بيه جدا. واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.